يطلع يطلع لك يطلع لك الساموراي في امتياز خروف يقول لك ايه الصاط صافا بخير. شوف بلا ما تقلب على خروف بلا ما تعذب بلا ما تمشي للسوق توسخ الخروف، ها هو نجيبه لك حتى لعندك. اين ترى نفسك بعد 5 سنين؟ خويا ما نقدرش نقول لك من هنا 5 سنين فين غادي نكون، وانما نقدر نقول لك من هنا 6 سنين فين غادي نكون. علاش هاد الحماقه هذا؟ ما غاديش تعدد هنا 5 سنين، لان هنا 6 سنين اجي اقول دابا هاد الصيف هذا في الاخر ديالو غادي نسالي 30 عام، ومن هنا 6 سنين نقول غادي نسالي 36 عام، و36 عام غادي نكون فهمتي سي سور ما عندك من نارو. 36 عام غادي تجي غادي تلقاني في واحد المدينه في المغرب اللي هي فيها كان جدتي، الارض ديال جدتي شريتها فهمتي، الارض ديال جدتي شريتها بالمناسبه، الارض ديال جدتي كانوا باعوها لشي ناس اخرين، ناس اخرين باعوها لناس اخرين، وانا مشيت رجعت عاوتاني عاود شريتها. دابا الارض ديال جدتي كاينه عندي، غادي تلقاني في الارض ديال جدتي فهمتي، غادي تمشي غادي تلقاني في الارض ديال جدتي من هنا 36 عام، تلقاني في الارض ديال جدتي طارق الغنيمه هكا. غير انا ندير شي غنم شي حاجه كبيره وشي حاجه ادفانس فهمتي، ماشي زعما شي حاجه كبيره يعني فهمتي تخايلها، لا زعما غير غادي تولي المانجمنت ديال الغنم بدل الشركه. غادي تلقاني جايب معايا بزاف ديال الناس كيرعاو الغنم وكاملين هكا ودايرين شي تعاونيه، وانا اللي منظم داكشي ومريح مقابل الغنم ديالي هكا كيكبر. ما غاديش تلقاني بيان سور كنتقاتل مع الغنم وكذا سميتو، غادي تلقاني المهم مريح مقابل الغنم ديالي، وغادي تلقانا في العيد كنشيفريو. فين انا العقليه ديالي ديال الماركتينغ، العقليه ديالي ديال الماركتينغ مع العقليه ديال لونتربرونيا وكذا، وزيد عليها الغنم من المراه في العيد غادي نكون من ذا بيست سيلرز فهمتي، اللي كيطلعوا هكا في السطور ديال سوق الاربع هاكا تجيب عليك السيمولاي ذا بيست سيلر اوف ذا ويك، يعني فهمتي اللي باع الخرفان بزاف كنطلع لك تمايا في البيست سيلرز ان شاء الله في العيد الكبير. غادي نكون كنشيفري في العيد الكبير بلا ما تسقسي فيا، لان كنكون مشغول من هنا نبوكي من هنا نقول لك بلا ما تسقسي فيا في العيد الكبير، الا خصك شي خروف سقسي فيا. هنا هادي 36 عام هادشي اللي كنتخايل راسي داير ان شاء الله، وفغيمون راني انجيجد، راه فهمتي راه شريت الارض ديال جدتي، ما عندي حتى شي بلان من غير هذا، علاش غادي نمشي نشري الارض ديال جدتي؟ فاك سات راه واحد البينك انجيجمنت، راه فلوس كثيره معلم فهمتي، راه بجدتي باعها ما كنتساوي حتى حاجه في ذاك العهد، دوك الناس باعوها للناس وناس باعوها للناس ومشيت وسير وجي وسير وجي وسير وجي وسير وجي وتسنى سنين وتسنى دوك الورث يتجمعوا وتسنى كدا، لان بنادم اللي كيموت كتفرق القضيه وتسنى الورث يتجمعوا وتسنى 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 وخلصت. يعني اي ام انجيجد، يعني راه اونجيجي في الحلم ديالي، ماشي واحد يقول لك راه الساط راه كدوي 36 عام عاوتاني راه غادي تبان لك هادشي تخريفه، الساط راه اي ام انجيجد بفلوس. عاد قال لك تجيب لنا الاشاره تاع الحولي في فيسبوكات، والله ما بعيد خاصي ديك الساعه يبقى فيسبوك وتبقى الامور، والله تنطلع لك هاك يطلع لك السيمولاي في امتياز خروف يقول لك ايه الصاط صافا بخير. شوف بلا ما تقلب على خروف بلا ما تعذب بلا ما تمشي للسوق توسخ الخروف، ها هو نجيبوه لك حتى لعندك تعمر لنا شيك، الريبيوتاسيون ديالها راه معروفه خليه عندك، يضرب عندك 3 ايام عاد كنسحبوا داك الشيك فهمتي، يعني حتى تكون سير وكيتصلوا بك الخدمه ديال الزبانه عندنا تقول لك الو السلام عليكم سيدي لاباس بخير، معك شركه فتله اللي بيع الخرفان، الله يخليك الخروف اللي كنا جبناه لك 3 ايام هادي مزيان؟ لا مزيان والسيرفيس الله يرضي عليكم وكذا سميتو صافي، يعني موافق نمشيو نسحبوا داك الشيك؟ الله يا ودي عاد نمشيو ديك الساعه نسحبوا الشيك فهمتي، ما تت... على حقيقه خاصنا نفس الكومبيتيتورز ديالنا، الكومبيتيتورز ديالنا كينفخوا الخروف تينفخوا ما عرفتش كيديروا لي الماء والشعير وكذا، داكشي خاصني نقسم مع السراح نشوف شنو هو، تينفخوا تيبيعوا لك كتمشي للدار تيبغي يموت لك ولا تينقص، لا حنا غادي نخليو لك 3 ايام على حقاش ما كنتفلاوش، غنخليو لك 3 ايام حتى من بعد عاد نقطعوا الشيك ديالنا. دونك فهمتي اجي ان شاء الله خاص سير الامور تبقى غادا فريمون، والله حتى حاجه ما بعيده، يقدر ما نطلعش لك انا في الادس يقدر يطلع لك شي واحد اخر، المهم الصاد باقا تيجيو الفيسبوك ادس، راه الصاد بداو ماشي زعما انا اجي تقول اجي نقول لك انا هو النبيغ، انا طلع لي الاعلان ديال الخروف فيسبوك ادس فهمتي، او يعني الخوت راه سبقوني ديجا، مي انا عارف كاينه ديما ديك اللمسه ديالي فهمتي، كاين فاسون طرد ابيل، لان كنا كنجيستيونو شركات اللي هما كبار، دونك غادي ندوزو داكشي ديال انت كتجي كتسجل المعلومات ديالك كتصل بك تيتصلوا بك الناس ديال سونتر دابيل، الو السلام عليكم اتصلتي بنا سيدي، بغينا نعرف الله يخليك شحال البيدجي ديالك، انا كذا 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 كذا
هذا يجيب لك شي حوليك داك 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 دا. صافي شوف غادي نصيفطوا لك في واتساب واحد واحد قد ديال الحواله واختار شي واحد منه وكيوصلوك هكا الوزن داك 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 دا. كتسيليكسيوني في واتساب ولا على حقاش عندنا الكول سنتر تيتبع حتى في واتساب مع الناس عاديين مع الناس الناس فهمتي الناس تنتعاملوا مع ناس دراوش يوميا ما عندهمش مع الايميل والانبوكس والصداع وداك الشيء دونك صافي فهمتي الناس كتدخل كتسليكسيون الخروف كنركبو كنديو تنوصلو ليه حتى للدار ما كيتوسخ ما كيدخل السوق ما والو كنحطوه ليه وتناخذو من عنده اي شيك بيان سور كنفيريفيو سميتو هي اللي في الشيك داكشي تاخذ من عنده الشيك السلام عليكم الله يعاون الله يعاون كتخلي ليه 3 ايام عاد تندوب في البروسيس ديال نقطعو الفلوس المهم هادي شوف باقا جايه ايامات كحله ان شاء الله فهمتي غادي يبان لك السرحه دازت للويب غادي يوليو الكسابه كيطلعوا عليك السي بي ام معلم ايامات العيد يو كانت كومبيت معلم مع السراحه ايامات العيد السي بي ام تولي قاس فهمتي تنجانا والسراحه جاولي وكذا وجيت تلقانا دايرين شي 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 كومباني كنجدو الكامبين ديال 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 السراحه في ايامات العيد والسراحه معاهم الفلوس بيان سور شنو صاحبي هذاك المعرض ديال الفلاحه راه يبين لك اصاحبي ما الدري صاحبي تيقول لك اكبر شيفر كنديرو في الطوموبيلات ديال البيكاب كنديروهم في المعرض ديال الفلاحه صاد الكسابه والفلاح عندهم الفلوس اصاحبي المضطفر راه ما عندهمش الفلوس اصاحبي اللي عند الفلاح الفلاح تيشريوها صاحبي فهمتي ودونك كاينه الفلوس دونك غادي نطلعوا السي بي ام باش نبيعوا الخروف للمضطف دونك شكون اللي مخلص في الاخر المضطف هو اللي مخلص على الفلاح دونك السي بي ام غادي يطلع الدراري ما تلعب بي كارفل كلما تقدمت في السن كلما تقدمت فقدت اصدقائي بقاو مع ثلاثه الاصدقاء هذاك بلا ميساج طويل كنلخص هذا قال لك اسيدي كلما كيزيد في الحياه ديالو كلما كيزيد في الحياه ديالو لقدام كلما كيزيد في الحياه ديالو هو تيزيد لقدام يعني كيخدم وتيدخلوا الفلوس وكيدخلوه اشنو كيطرى عليه تيفقد صحابه صات سولني انا على الدراري صحابي سول هذا السؤال هذا سولته بزاف ديال الناس اللي واصلين باقي مع الدراري صحابك لا باقي مع الدراري صحابك لا باقي مع الدراري صحابك لا الصاط عاجي ما يمكنش اصاحبي تحافظ على الدراري صحابك ما يمكنش انت هنا وما هنا انت هنا وما هنا انت هنا وما هنا القضيه تبدا يطرى الفارق ما يمكنش اصاحبي هو باقي تيتي على البلاد وانت ما عرفتي انا مرحله فين وصلتي في حياتك وباقي كيسب البلاد وباقي يسبك انت وباقي تقول البلاد زوينه وما شافكش 5 سنين هادي وصيفط لك ميساج ديال شحال عطاوك فهمتي يعني وانت ما كتجاوبوش بيان سور لما اجي تدخل معاك في دوك النقاشات عادي تفقد صحابك ملي كتبقى تزيد لقدام شي حاجه عاديه وبالعكس العكس انا الدليل ديال انك كتزيد لقدام وصحابك كيمشيو في حالهم كيبداو العلاقات كيخسروا عادي امبوسيبل ما شفت شي واحد دار كيبقى صحابو خلص صحابو هما ما تبدلوش ومشى بعيد ما كيناش سول علاش الشعبي بقى الله يرحمه تنذكروا بالخير داك السيد وداك السيد تنعتبروا قدوه ديما وتنحترموا بزاف ما بقاش عايش ما عرفش ندو اصلا تيقول لك ذكروا امواتكم بالخير نذكروا بشي حاجه زوينه السيد كيخدم والسيد كنحترموا بزاف واش الشعبي الناس اللي كان كيسرح معاهم الغنم نهار وصل ولا في داك النيفو باقيين معاه لا ما يمكنش اصاحبي شنو شي صاحبي اللي كنت مريح معاهم فهمتي قرينا وكدا وكبرنا لا ما بقيناش اصاحبي ما دوش على الدراري الحومه الدراري الحومه باقيين كيشوفوني الى يومنا هذا كنشوفهم كنتسالموا باقيين صحابي باقيين كدا الدراري صحابك اللي كبروا معاك في المدرسه تعرفتي عليهم وكدا ما يمكنش اصاحبي ما يمكنش تحافظ عليهم نكونوا صريحين فهمتي وما يمكنش قال لك شي واحد شي هضره اخرى تيكذب عليك ويضيع عليك وقتك لحقاش انا قاعد الاسئله هادو كنجاوب ما كنجاوبكش من التجربه ديالي كنجاوبك من التجربه ديال بزاف ديال الناس الدراري صاحبي الشقر فقد صحابو انا فقد صحابي داس فقد صحابو بلال فقد صحابو شكون اخر اللي كان تيعاودوا لي على القصص ديالو كلشي فقد صحابو اصاحبي المينتور ديالي فقد صحابو الكونطابل كنت تعامل معاه حتى هو كبر في واحد الدوار فهمتي كبر في واحد الدوار ماشي دوار فهمتي المهم نقول حتى واحد الكارتي محرتك دابا من وصل داك النيفو ديال صايق البنتلي وكذا فقد صحابو ما يمكنش اصاحبي ما نكونوا صريحين ما يمكنش تمنيت فهمتي تمنيت ان تكيبيهم ويبقاو معاك ما يمكنش كاين جوج احتمالات غير ردوك اللور هاد الاحتمال هذا كاين هو اللي تيبان ليا هو اللي كاين المهم غادي ترجع للور ما تمشي لقدام وبالتالي الله يسهل عليهم الله يوفقهم لقيتي ما تعاونهم بشي ميساجات من بعيد
وهاد القضيه تيقولها ليا بلا تيقول لي احسن واحد اللقطه اللي فيك نتايا هي كتخلي ديما داك الديستانس بينك وبين عباد الله ديما كنخلي البعد بينه وبين عباد الله معليش على شي واحد يتقرب معايا بزاف ويعاود ليا مشاكل بليز ديما فهمت غادي يطلع الناس اللي قرابين لك يلاحظوها ديما كاين داك البعد بينه وبين عباد الله فهمتي سورتو مع هاد الدراري صحابي الدراري صحابي كاين واحد العلاقه قريبه اخرين لا شوف اي بليز خلي واحد المسافه بينه وبينك على حق بالرايه ديال الجدي تبقى ومثلا الدراري صحابي كيتصدموا مؤخرا كنا في المغرب وكنا غاديين صايقين هكا وواحد اشنو قال قال عدم الدراري صحابنا اللي ما تلاقيتش معاه مود حتى تلاقيت معاه ومشى معانا يعني ما خسرتوش بقى معانا غادي معانا مي اشنو قال باش ما تخسروش هاد اللقطه اللي داخله في التكا فهمت غاديين ويقول لي الصاط راه انت صاحبي كتقول لي بلاد زوينه والبلاد راك عارفه باش معجونه وكذا باش غادي نجاوبو الصاط انا عارفه باش معجونه وعارفه خبزه تيت الدراري صحابي اللي كانوا جالسين اللور من الناس اللي واصلين كي نزلنا ويقول لنا السي واش الهضره اللي كنتي كتقول بصح ما كناش كنعرفو راه ولا الصاط هذاك خونا راه سيلبي بالشات ونبقاو صاحبي نحمقو مع راسنا ونبقى نقول ليه لا واكدا سير فهمتي تصادفات الظروف تلاقى معانا على غفله كدا فين غاديين احنا غاديين هنايا والله حتى نمشي معكم هاني اش نقول ليه لا قلت اوكي ماشي مشكل من زمان ما شفناش اوكي ليتس جو صافي مشى معانا فهمتي وصافي في الاخر تفارقنا وداك الشيء رجعنا عاوتاني انا والدراري صحابنا العاجين ياس البلاد زوينه ان شاء الله غادي نديرو ما دويناش قدامو حتى شي حاجه لان داك الشيء ما يجيش في العقل ديالو اصاحبي العقل ديالو فهمتي السنين اللي تفارقنا وبقى تيسولني خاي سيمو دابا هاد الشيء ديالك تو على الدراري فيه ديال الربح في الانترنت واش فيه شي فلوس اخا الا باغي تخدم فيه وشحال ديال كاع الفلوس تقدر اسئله فهمتي في عالم اخر اسئله في عالم اخر الله وليا فراسكم وهاد الحتى دار المهم درنا شي حاجه زوينه انفيستينا هاد الوقت هذا في دنا داكشي اللي قدرنا عليه ان شاء الله خير.